تتواصل فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بهدف طرح آفاق النهوض بمختلف الصناعات، وتتضمن أجندة فعاليات الملتقى والمعرض خلال الفترة من 29 وحتى نهاية أكتوبر الجاري عدة جلسات نقاشية بهدف بحث تعميق الصناعة المحلية. وترتكز رؤية الملتقى والمعرض على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية، سواء العربية أو الأفريقية أو الأورو متوسطية أو الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.